السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متعلمي اللغة الإنجليزية في كل مكان وفيديو جديد من سلسلة التأسيس. نبدأ مع بعض بسم الله. أول كلمة عندنا النهاردة analysis. analysis analysis معناها تحليل. مثال عليها blood samples. blood يعني الدم, samples عينات, blood samples عينات الدم, were collected. collected جمعت, were collected هنا في صيغة المبني للمجهول جمعت, and sent. sent التصريف الثاني من الفعل send بمعنى أرسلت. sent أرسلت to إلى the laboratory. laboratory المعمل أو المختبر اللي احنا بنختصرها بكلمة lab. for analysis. for analysis للتحليل. يبقى blood samples were collected and sent to the laboratory for analysis. جمعت عينات الدم وأرسلت إلى المعمل من أجل التحليل. another. another آخر أو أخرى. another. the manager is not in his office. the manager المدير is not لا يكون in في his office مكتبه. office يعني مكتب وhis صفة ملكية مكتبه. please لو سمحت come another day تعالى في يوم آخر. another day يوم آخر. the manager is not in his office. please come another day. answer. answer يجيب أو إجابة. يجيب أو إجابة. the teacher asked a question. the teacher المعلم asked سأل هنا في الماضي من الفعل ask a question سؤال and the student والطالب answered أجاب. the teacher asked a question and the student answered. any any أي any is there any food left. is there هل يوجد any أي food طعام left متبقي. هل تبقى أي طعام. anyone anyone أي أحد. أي حد. anyone can do this job easily. anyone أي شخص أي أحد يستطيع أن يقوم ب can do this job هذه الوظيفة easily بسهولة. anything anything أي شيء. I will not help you أنا لن أساعدك. will not لن help يساعد you أنا لن أساعدك. I won't do anything. I won't do anything أنا لن أفعل أي شيء. خد بالك إن won't هي بتساوي will not. appear appear بمعنى يظهر أو يبدو. appear it appears يبدو that you have studied hard for the exam. it appears يظهر that أن you أنت have studied ذاكرت hard بجد for the exam من أجل الاختبار. هتلاحظ إن أنا قلت أو نطقت the
إجزام، لأن ذا لما بيجي بعدها صوت متحرك بتتنطق ذي، يبقى في فرق بين ذا لما يجي بعدها صوت متحرك ولما يجي بعدها صوت ساكن، وهنبقى نشرح الكلام ده بالتفصيل في فيديوهات لاحقة. apply، apply بمعنى يطبق أو يقدم طلب، يعني مقدم طلب لوظيفة، لجنسية، لفيزا، لأي شيء. apply. you must apply for the new job. you must apply for the new job before next Monday. you أنت must يجب apply تتقدم for لي the ال new جديد the new job الوظيفة الجديدة before قبل next Monday الاثنين القادم، يجب أن تتقدم للوظيفة الجديدة قبل الاثنين القادم. معنى تاني الابلاي، he isn't able to apply what he learned at school. هو is not غير قادر، able is not لا يكون able قادر to apply أن يطبق. what هنا بمعنى ما أو الذي. he learned الذي تعلمه at school، هو غير قادر على تطبيق ما تعلمه في المدرسة. approach، approach يقترب. approach the train approached its destination. the train the L train قطار approached اقترب its destination destination وجهة أو مقصد its destination مقصده أو وجهته قرب من المحطة بتاعته يعني. area area منطقة. I don't know anything about this area. I don't know لا أعرف anything أي شيء about عن this area هذه المنطقة. لا أعرف أي شيء عن هذه المنطقة. argue، argue، argue معناها يجادل. argue. this is not the time to argue. this is not هذا ليس the time الوقت to argue الذي تجادل فيه، يعني احنا في موقف ما يحتملش ان احنا نتجادل دلوقتي. this is not the time to argue، ليس هذا وقتا للجدال. arm، arm ذراع، ذراع. علي broke his arm yesterday. علي broke، علي كسر his arm ذراعه yesterday أمس. he will not be able to write، هو لن يكون قادرا على الكتابة. he هو will not لن be يكون able to قادرا على write أن يكتب. علي broke his arm yesterday. he will not be able to write. كسر عليا ذراعه بالأمس، هو لن يستطيع أن أو لن يكون قادرا على الكتابة. أتمنى أنه يكون فيديو مفيد وأنك تقدر تحفظ معنا الكلمات والجمل اللي كانت بتتعرض في الفيديو ده. أشوفكم قريبا جدا إن شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.